بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب. الحمد لله هذه السنة فالأدوات المدرسية كلها موجودة حاليا دابا في السوق، الدفاتر ولا الأدوات ولا المحافظ بالثمن مناسب، زعما ما كاينش الزيادة هذه السنة العكس ديال العام اللي فات. الأدوات تنقصوا شي شوية لأن كاينة السلعة موجودة هذه السنة. بالنسبة للكتب المدرسية، الكتب المدرسية باقي مازال ما موجودوش واجدين كاملين، لبعض العناوين مازال ما دخلوش للسوق. هادو الكتاب ديال الحكومي، الكتاب الحكومي ديال المؤسسات العمومية ولا لبعض المؤسسات البريفي، ما فيهمش الزيادة في الكتب اللي ديال الدولة ديال الحكومة. الثمن ديالهم بقى كيما كان. اللي فيه الزيادة دابا حاليا هو الكتاب المستورد. كتاب المستورد اللي للأسف حنا كرابطة الكتبين في المغرب طلبنا من المستوردين نديروا معهم لقاءات مع جميع الشركات اللي تستوردوا الكتاب، ما استجبوش إلا الشركة وحدة اللي درنا معها اللقاء، لأن هادشي كيهمنا باش نجلسوا معهم نشوفوا علاش هاد الكتاب المستورد كل سنه تزاد 5 دراهم 10 دراهم 8 دراهم 15، لبعض المرات تلقى الكتاب حتى 25 30 درهم. احنا كما قلت رابطه الكتبين في المغرب طلبنا من هاد المستوردين اللقاء، ما استجبوش الا الشركه وحده، وللاسف احنا ما عرفناش علاش هاد الزياده كل سنه الزياده كل سنه، هادشي غير معقول. هو هاد الزيادة ديال الأسعار في الكتاب المستورد لا علاقة له بالأسر، زعما الأسر اللي كيقريو التلاميذ ديالهم ولادهم في المؤسسات التعليم الخصوصي تيخلصوا 2000 درهم 2500 درهم 3000 درهم في الشهر ديال القراية ديال التلميذ، وهذا الشيء أنا تنقول ما غيأثرش عليهم، ولكن حنا اليوم في المملكة المغربية خصنا نستغناو على الكتاب المستورد، خصنا نشجعوا المنتوج الوطني، لأن كيف يعقل غتجيب واحد الكتاب الإنجليزي أو الفرنسي في واحد الدولة اللي سميتو ديالهم طالع، وغتجيبو للمغرب وتبيعوه بالثمن ديال في المثال ديال الميريكان ولا ديال فرنسا ولا ديال الإنجليز، هادشي كاين الفرق كبير. إذا حنا اليوم كنطلبوا من الوزارة المهنية تشجيع المنتوج الوطني في الكتاب المدرسي. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.